السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول عندما سائل من خارج هذه البلاد، يقول عندما ننكر على بعض الناس احتفالهم بالمولد النبوي يقولون إنكم تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا تحتفلون بمولده، يقول كيف الجواب عن ذلك؟ العكس، الذي يفعل البدعة يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، والمولد هذا من البدع، والرسول يبغض البدع ونهى عنها وحذر منها، الذي يحب الرسول يترك البدع ومنها المولد، والذي يحدث المولد هذا مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.